اليهوديون دائما وابدا يقولون لنا، وهذا مشهور عنهم، ماذا تريدون نحن معكم؟ ماذا تريدون نحن معكم؟ لن نتدخل في شؤونكم. هناك البعض تدخل في شؤوننا، بعض الناس ذهبوا الآن غير موجودين، ولكن السعودية بالذات عمرها ما تدخلت بشؤوننا، ولكن عمرها ما تأخرت عن دعمنا في كل المجالات. هذا هو موقفها. وأذكر أن الملك سلمان قال لي كلمة: لن نحل قضية الشرق الأوسط بمعنى الحل الإقليمي قبل أن تقوم دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. هذه المرة كررها الملك وكررها ولي عهده. هذه الحقيقة، حقيقة الموقف السعودي.